بس دقيقة بس خليني اخد حضرتك. منصورين ان شاء الله. ان شاء الله منصورين. منصورين ان شاء الله. روحكم يا ابطال. تجمع مري انتشار نار وحركة من بيت البيت. لا تطلع خارج الشارع، لا تصعد فوق السطح. يا نطال كون القادة في عدد أول وثاني حارف. يا ولد يا ولد يلا بقعد على الفاضي. ما هي على هاي يا انا وياك. يلا 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 اخوتي الله انا بشهدك. يلا طلع يلا طلع. أحمد جوار جيبوا مسكين. يلا تعال يلا بطل يلا بطل. وين العدد الثاني مالتك؟ وين العدد الثاني؟ يلا وياه. وين العدد الثاني مالتك؟ يلا يلا يلا. وين خوفتك؟ يلا تعال تعال. منا 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 منا. وين طالع بالشارع؟ منا منا كاتا بالشارع. يلا عقب ورا جماعة. ورا ورا جماعة ورا جماعة. لا ود المال حسيد. احنا عافيه عافيه الابطال عافيه الابطال. يلا حسين يلا طالع. يلا سيدي واحد ورا واحد. العناصر سيد Thank you.
هلا فوتي طويلة أنا طويلة يلا خمسة خمسة يلا وين يلا
واحد جيب موبايله شيل هذول اثنين رجع بارك الله هذا موبايله وين هذا لا واحد بطاريه والكبر عبر الفول هذا قناص يمك هذا قناص صاير بس قناص بكيس كتله بس قناص بالركن صاير يجي قول الله قول الله قول الله اوكي سجاد هذا بقى نسيت مغاوير يلا الولد جوا هاي بالضرفه بس حد مغاوير وين احد بقى سيد الغابه رامي ما خسرت مغام سيدي هسه عبر هذا خلي عبر هذا سيدي هذا عبر اوكي يلا روح دير بالك فوق على البارد هذا سيدي ما حد بقى شو اسوي اركب اركب هاي هاي شيء بس من هناك غير ارجع بمكانك غير ارجع بمكانك ارجع 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 اليوم قطاعات تتقدم نحو حي السلام حي السلام ومحورين وحي سومر وتتقدم القطاعات وكبدة العدو وخسائر فادحة العدو بأساليب التقليدية العجلات المفخخة والقناصين لكن باندفاع قطاعاتنا وبالهجوم المباغت والنار والحركة تمكن قطاعاتنا من احتلال حي الصحة وحي السلام وحي سومر المرحلة القادمة الأيام القادمة سوف نصل إلى ضفة النار ونعلن انتهاء تحرير الجانب الأيسر تتقدم قطاعاتها بثلاث محاور جنبا إلى جنب المحور الشمالي مع مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع والمحور الوسطي بقيادة لواء 19 ولواء 3 رد سريع والمحور الجنوبي والفرقة الخامسة تتواصل القطاعات نحو الخطة المرسومة لها من قبل العمليات المشتركة ونحن الآن نتقدم ببطء لنطبق التعليمات القائد العام للقوات المسلحة هو الحفاظ المال العام على المال العام والخاص والحفاظ على أرواح المواطنين في الأيام القادمة سوف نعلن بتحرير الجانب الأيسر من كافة الدواعش عن طريق قناتك الفضائية أشكر كافة أهالي محافظة الموصل لمساعدتهم والأجهزة الأمنية بنقل المعلومات عن تواجد الدواعش ومعلومات دقيقة واستطاعت قطاعاتنا من استمكانهم بالإضافة تتمكن قطاعاتنا من المناطق المحررة في معالجة المصابين ونقل الخدمات ونقل النازحين إلى مناطق آمنة تم اليوم إخلاء أكثر من 6000 عائلة نازحة إلى أماكن مأوى أمين تم تأمين 20,000 سلة غذائية للمواطنين النازحين. جاي هسه جابونا غدا وجاي القاتل مثل ما تشوفونه وما نحترمه.